بسم الله الرحمن الرحيم. وداعه صلى الله عليه وسلم، وصيته صلى الله عليه وسلم قبل الوفاة في تكفينه وتغسيله والصلاة عليه وغيرها، أخرج البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نعي إلينا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بأبي هو ونفسي له الفداء قبل موته بست، فلما دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها، فنظر إلينا فدمعت عيناه، ثم قال: مرحبا بكم، وحياكم الله، وحفظكم الله، أواكم الله، ونصركم الله، رفعكم الله، هداكم الله، رزقكم الله، وفقكم الله، سلمكم الله، قبلكم الله، أوصيكم بتقوى الله، وأوصي الله بكم، وأستخلفه عليكم، إني لكم نذير مبين ألا تعلوا على الله في عباده وبلاده، فإن الله قال لي ولكم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ثم قال: قد دنا الأجل والمنقلب إلى الله، وإلى سدرة المنتهى، وإلى جنة المأوى، والكأس الأوفى، والرفيق الأعلى. قال: فقلنا: يا رسول الله، فمن يغسلك إذن؟ قال: رجال أهل بيت الأدنى فالأدنى. قلنا: ففيما نكفنك يا رسول الله؟ قال: في ثيابي هذه إن شئتم، أو في حلة يمنية، أو في بياض مصر. قال: فقلنا: فمن يصلي عليك منا؟ فبكينا وبكى، وقال: مهلا، غفركم الله لكم، وجازاكم عن نبيكم خيرا، إذا غسلتموني ووضعتموني على سريري في بيتي على هذا على شفير قبري، فاخرجوا عني ساعة، فإن أول من يصلي علي خليلي وجليسي جبريل عليه السلام، ثم ميكائيل عليه السلام، ثم إسرافيل عليه السلام، ثم ملك الموت مع جنوده، ثم الملائكة صلى الله عليه بأجمعها، ثم ادخلوا علي فوجا فوجا، فصلوا عليه وسلموا تسليما، ولا تؤذوني بباكية، قال: ولا صارخة ولا رانة. وليبدأ بالصلاة علي رجال أهل بيتي ثم أنتم بعد، وأقرئوا أنفسكم مني السلام، ومن غاب من إخواني فأقرئوه مني السلام، ومن دخل معكم في دينكم بعدي فإني أشهدكم أني أقرأ السلام. قال: عليه وعلى كل من تابعني على ديني من يومي هذا إلى يوم القيامة. قلنا: يا رسول الله، فمن يدخلك قبرك منا؟ قال: رجال أهل بيتي مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونهم. قال الهيثمي: رجاله رجال صحيح. حضور صلى الله عليه وسلم کا اس دنیا سے جانا آج تک کا سب سے بڑا حادثہ علماء نے لکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، علماء نے لکھا ہے اس دنیا کا سب سے بڑا حادثہ تھا. اس سے بڑا حادثہ آج تک دنیا میں کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے بھی صحابہ کو کام بتلا رہے ہیں. کیا بتلا رہے ہیں؟ کام بتلا رہے ہیں. اور یہی اس امت کی شان ہے، یہی اس امت کی شان ہے.
ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، بلکہ کچھ لوگ تو نام بھی بتلاتے ہیں کہ اس محاورے کا ایجاد میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا. کس نے؟ میاں جی محراب صاحب کہتے تھے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے. اور میں جہاں بھی گیا دنیا میں، چاہے جس زبان کے لوگوں میں گیا، ہر زبان کا داعی اس کلمے کو اردو میں ہی کہتا ہے. جہاں بھی گیا، جس کونے میں، ہر زبان کا داعی اس الفاظ کو، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے، اس کو وہ اردو میں زبان پر بات ہو چکی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت کیا ہے، اس کو ثابت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو الوداع کہنا، وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی اپنے صحابہ کو، اپنے کفن دینے کے متعلق، اپنے غسل دینے کے متعلق، اور اپنے نماز جنازہ پڑھنے اور پڑھانے کے متعلق. یہ اس کے بارے میں باب ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں